انت عارفه كل عيله عندها ظروف ومشاكل. احنا مش عيله. انا متاخره عن الاجار 3 أشهر، وين المصاري؟ بس في اصل غير نقدي. قصدك بيت ماما؟ انا وبكري اتطلقنا من زمان. بكري ما سجل الطلاق رسميا. يعني كانت عزمته طول هالوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هلا قولي لي لوين ناوية تروحي؟ مفكر اروح ازور اهلي في يوروب. عم نتشك ان انه هي في باريس. يا عيب الشوم. لبطة. انت بمخك وش. امك غريبة الصراحة. جد انت ما بتعرفيها. دقت الكيكات تبعونها خرافيين. دقتهم. الو الو، صباح الخير مدام سلمى، بحكي معك من شركة. ها، رح يخلونا نخلي البيت خلال اسبوع؟ شو؟ اذا لازم نبيع البيت فورا. وما بسمح لك تاخذيه مني. مش انا اللي رح اخذه، البنك رح ياخده. لازم ندفع قبل يوم الثلاثة الجاي واللي بيطلعونا من البيت. مجنونة انتي؟ يا الله. انا اللي بشتغل وانا اللي بطبخ وانا اللي بعمل كل شيء. ارجوكي كسرت البيت. شو كل هالاسرار؟